الا كتذكروا كانوا فيها شي حوايج انا كنستغرب كيفاش دابا غابوا. فين هما دوك المظاهرات اللي كانت كتكون في اوروبا ودوك الجمعيات العمل الانساني الضمير العالمي، دوك الجمعيات ديال السلم العالمي، لا للحروب، النوير، واش تعقلوا ولا ما تعقلوش؟ رغم انه كان اللي غادي تضرب بلد عربي، اوروبا كلها كانت شاعلة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية، يعني العالم كله شاعل بالمظاهرات والتظاهرات والجمعيات والمنظمات والاحتجاجات والصحافة، كل شيء كيغوت كيقول لك السلم العالمي، السلم عندنا، ما نديرو بالحروب، ما عندنا، ما عندنا، ما عندنا، ما عندنا. الان احنا كنشوفوا هذا الصمت الرهيب اللي كاين في الضمير العالمي، وكانه يعني هذا الشيء غريب، هذا الشيء اللي كيوقع، وكانه كاين شي واحد هو اللي كيامر فيطيعه الجميع، يعني كيخليهم يتناقشوا واحد شويه يعبروا على الراي، ولكن واحد الساعه كيجي الحسم والكل ينضبط بانه راه كاينه شخصيات كتقوم ما لا تقوم به جيوش. الخدام اللي كيخدموها دابا على الراي العام والخدام اللي كيخدموها هاد الشخصيات اللي قلت لكم حاليا، هذيك راه الخدمه ديال الجيوش وما معروفاش. انهك روسيا في الحرب ضد اليابان، وانهك اليابان في الحرب ديالها ضد روسيا، ومول الثوره البولشوفيه، والثوره البولشوفيه اول قرار صدراته هو الاعتراف باسرائيل. هاد ملي سالا نقز مشى لتركيا، ملي مشى لتركيا هو اللي مول ديك حركه الاتحاد والترقي عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقه غادي نتناولوا المستجدات ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه. المستجدات ما غاديش ندخلكم بزاف التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. العالم الان وصل لواحد المرحله كاد ان يجن من الكثره ديال التفاصيل والكثره ديال المعلومات، والمعلومات اللي كتبان متضاربه ومتناقضه ومتشابهه، واحيانا كنلقاو المعلومات اللي كتهود كنلقاوها غير منطقيه. يعني انه حتى المعاهد والمدارس ومعاهد الدراسات الاستراتيجيه والمراكز ديال البحوث في العالم كلها الان شفنا بانه شبه ذهول ديال العقل العالمي. العقل العالمي بحال شبه ذهول دايخ، ما بقاش فاهم اشنو كيوقع، فقط كنشوفوا الصور هي اللي كتبين لنا شي حوايج، ولكن حتى الصور المعلومات واش تعطيك شي استنتاج صعيب. صعيب باش تعرف الامور فين غادا الا كان واحد الادراك شي شويه غير بالسنن ديال الحروب والتجارب السابقه، هي اللي يمكن لنا نفهموا بها هذا الشيء، لان هذا الشيء اللي واقع دابا في العالم كيبان بانه غريب. مثلا كنشوفوا في الايام القليله الماضيه من بعد ما كانت اوروبا كتزعزع وكتحاول تفلت انها بغات تتخلص من انها تندافع وراء الولايات المتحده الامريكيه وتعاود التجربه ديال الحرب العالميه الاولى والثانيه انها تؤدي الثمن، شفنا بانه الضغط كيولي كيتزاد من جديد، وشفنا بانه وكانه كاين واحد، وكانه يعني هذا الشيء غريب، هذا الشيء اللي كيوقع، وكانه كاين شي واحد هو اللي كيامر فيطيعه الجميع، يعني كيخليهم يتناقشوا واحد شويه يعبروا على الراي، ولكن واحد الساعه كيجي الحسم والكل ينضبط. خلال الايام الاخيره الماضيه شفنا بانه بعض الدول الاوروبيه حاولت تفلت، مثلا منها المانيا، منها فرنسا، ولكن شفنا من بعد كيجي عاوتاني الضغط بصفه عامه. شفنا اليوم عاوتاني، اليوم وزيره الداخليه الالمانيه كتوجه بيان للمواطنين الالمان كتقول لهم وجدوا الماكله والاحتياط ديال الغذاء لمده اسبوع، وكتعطيهم لائحه المسائل اللي خصهم يوجدوها، كتعطيهم لائحه ديال المواد الغذائيه اللي خصهم يوجدوها الاحتياطي لمده اسبوع، وقال لك سيدي ربما حاله الطوارئ، ربما انقطاع التيار لمده كذا الى غير ذلك، وكانها تدريبات للمجتمع الاوروبي كيفاش غادي يتصرف، تدريبات مشابهه لديك التجربه المريره اللي عاشتها الانسانيه في الحرب العالميه الاولى والثانيه، ملي كانوا العواصم ديال اوروبا الملاجئ والخنادق ويعني والسراديب
وديك صفارات الانذار اللي ديك البلبله اللي كانت في الحرب العالميه الاولى والثانيه. وكان هذا الشيء يوحي بانه المجتمعات الاوروبيه بدات واحد الحركه ديال التدريبات. ثم ايضا شفنا الكم الهائل ديال الميزانيات الخياليه اللي كتكبها الولايات المتحده الامريكيه لدعم اوكرانيا على الميدان. كذلك شفنا الضغط بانه تكب على جميع الدول انها تزيد دعم اوكرانيا في الحرب ديالها ضد روسيا. والاخطر من ذلك 9 ماي علين قربات، 9 ماي كتعني الشيء الكثير لروسيا خصوصا بوتين. 9 ماي هي الذكرى، 9 ماي 1945 هي الذكرى ديال دخول الجيش السوفيتي الى برلين 9 ماي. وفي 9 ماي كتقتحم القوات السوفيتية المقر ديال رايخ الثالث ديال هتلر، وكتقتحم عليه المقر ديالو، وفيها غادي يوقع ديك الساعات الاغتيال او انتحار او الى غير ذلك. ذكرى مقدسة بالنسبة للشعب الروسي والسوفيتي وحتى الامبراطورية الروسية، ذكرى مقدسة. الملاحظين كيقول لك بانه بوتين مزير بزاف. علاش؟ لانه قربت 9 ماي وخصو يعطي شي حاجه للراي العام الروسي، يعطي غير شي نصر. شنو تحقق؟ ما تحقق والو. في البدايه ديال الحرب الناس ديالو المخابرات والكاجي بي والى غير ذلك والاستخبارات العسكريه الى غير ذلك عطاو واحد الاجل ديال 4 ايام ديال هذه العمليه العسكريه خاصه، لانه النهار فاش دخل مثلا بوتين لاوكرانيا راه ما قال لهم شي سنه شنو هجوما، لا قال لهم عمليه عسكريه خاصه. في الاول حدوا ليها الاجل ديال 4 ايام، واحد شويه تخربقت له الحسابات. ماشي غير هكاك تلقائيا، لا الاستخبارات الامريكيه هي اللي خدمت كل شيء. تسرب الخبر الاول خربقوا له الحساب، من بعد عاوتاني اجلها خربقوا له الحساب، من بعد اضطر انه يدخل في ديك الظروف، من بعد عاوتاني ملي بدات العمليه ديالو بدات المشاكل، بدات التشويش، بدات الحرب الالكترونيه، شوي شوي عاوتاني لقى راسو مثلا بوتين وروسيا لقات راسها مورطه في واحد الورطه. ها حنا اليوم وصلنا ل 70 يوما وبوتين باغي غير شي حاجه، غير شي حاجه ولو غير هذا باش يقدمها للشعب الروسي تكون مبرر انه مثلا يتراجع او يبرد في الهضره او لا شي حاجه. 9 ماي قربت والضغط زايد والكميه ديال التسلح خياليه هذه اللي كتكب. الرئيس ديال اوكرانيا عاوتاني طالع للجبل، يعني ما ناويش. كنت قلت لكم في واحد الحلقه راجعوا اوكرانيا بانها كانت مملكه، اوكرانيا كانت العاصمة او لا المقر الاساسي ديال مملكة يهود الخازار، بمعنى انه راه ملي مد يدو ليها بوتين الامور راه ما سلاكاش، وماشي غير ما سلاكاش مع بوتين، راه ما سلاكاش مع العالم الغربي كامل. لانه يستحيل انه هاد اوكرانيا تدمر بهالطريقة على يد الجيش الروسي والامور تدوز بسلام. ضروري خاص بوتين يخلص، الا ما خلصش بوتين كل شيء غادي يخلص، لانه يعني المركب واحد. وربما كتعرفوني اش كنقصد. التصرفات ديال بوتين حاليا بزاف الناس كيشبهوها بالتصرفات ديال هتلر. التصرفات ديال هتلر، هتلر شنو السبب الاساسي اللي جعلو كيعبئ المجتمع الالماني ويحيي ديك النزعه العرقيه والعرق السامي؟ شنو السبب ديالو؟ السبب ديالو هو انه قال بانني انا في الحرب العالميه الاولى، قال بانه المانيا في الحرب العالميه الاولى تواطؤوا عليها الشيوعيين وتواطؤوا عليها اليهود، يعني تواطؤوا ضد المانيا وهما اللي خسروها. السبب الثاني اللي كان كيدعي هذا الزعيم النازي كيقول بانه المانيا فقدت الحدود ديالها في الحرب العالميه الاولى، وديك الاتفاقيات اللي تفرضت عليها ديال فيرساي بانها كانت جد مجحفه، وهذا هو السبب اللي خلاه كيدخل في واحد المغامرات. نفس القضيه الان كنلقاو مثلا بوتين قال لك بانه الامبراطوريه الروسيه كانت صحيحه وكانت عظيمة، وقامت الثورة البولشوفية هي اللي قالك تواطأت مع اليهود. كتعقلوا الخطاب ديالو اللي لقاه يومين او 3 ايام من بعد الاقتحام ديال اوكرانيا، قال بانه الامبراطورية الروسية كانت عظيمة وقامت الثورة البولشوفية 1917
وقال بأنهم اللي قامت دعموها اليهود دعموا لينين، ولينين من اللي طلع أنه تنازل على حوالي 30% من الأراضي الروسية تنازل فيها تنازل بها لفائدة الغير، علما بأنه روسيا القيصرية هي اللي قدمت خدمات جليلة قبل من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، يعني فقدت عملت الكثير، يعني تقريبا على مدى حوالي 100 سنة، 100 سنة وروسيا القيصرية كدقدق في الخلافة العثمانية، روسيا القيصرية 100 سنة وهي كدقدق في الخلافة العثمانية، من بعد الحرب العالمية الأولى، من بعد الثورة البوشوفية فقدت الكثير. إذن نفس الهضرة عاوتاني كيقولها بوتين، كيقول بأنه حنا خسرنا بزاف، وتأمروا علينا الثورة البولشوفية لينين اليهود وهم اللي خسرونا، ودابا خصنا نوليو نصحوا الخريطة ونصحوا نعاودوا الحساب من جديد، ودابا خصكم شنو هو خصكم تهبطوا معايا الأرض. يعني نفس القضية. القضية الثانية اللي كفين كاين تشابه هو أنه هتلر تم استدراجه، هتلر كيف كتعقلوا بأنه راه في الأول صدم وبقاو راه خيلوا، قال لك انا خصني نصحح العدود، كان تكى على واحد الطرف ديال بولندا، من بعد دخلت تشيكوسلوفاكيا، من بعد تكى على النمسا هنغاريا، والحلفاء غير كيشوفوا ما كيديروا حتى شي حاجه. من بعد ما نفخ يعني الزعيم النازي وبانه واعر، ديك الساعات غادي يدخل واحد الدخله غادي يشرك بلجيكا والنرويج، ومن بعد غادي يهود لفرنسا، ومن بعد عاوتاني غادي تعملوا غادي يطلع حتى لينينغراد. يعني هذيك العمية هذيك هي اللي في الاخر عاد استغلوها الحلفاء، بالإضافة للعوامل الأخرى اللي خلاتهم كيصطادوه، يعني تمو غادي استدراج بوتين حاليا حال ما يظهر حسب المسائل اللي كاينه في الواقع واللي كيشد بها العالم كله، هو أنه راهن على واحد الحساب ديال 4 أيام غادي يهول الأوكرانيا ويدير داكشي اللي بغا يولي يطلع. تقريبا داكشي اللي عن تقريبا لأنهم هما مداربين دابا في العالم الثالث، العالم الثالث وسوريا وكذا، هذا مدرب من هاد العظماء هاد الكبارين، ديك الدول ديال العالم الثالث دخل دير اللي بغيتي ومشي وخرج. بغى يعاود هاد القضيه ديال اوكرانيا هو كيحصل، حنا كنشوفوا الميدان اشنو فيه، بغى يحصل غير على شي حاجه ويرجع اللور، ما تعطاتلوش هاد الفرصه، يعني فيما تزعزع فيما تحرك كيسدوا عليه. الان هالخناق الاقتصادي كيشتد، ها هما زايدين ضاغطين عليه، ها هما بداو كيفكروا كيقول لك حتى شي حاجه ما تخرج من عند روسيا، حتى شي حاجه ما تدخل عند روسيا، وهذا هو اخطر ما في الامر، لان كيف كتعرفوا روسيا واوكرانيا تقريبا راه شي 80% من المنتوجات ديال القمح اللي كيفرقوها على العالم. تصوروا غير هذا التصور، يعني بانه الامور الى زادت القداب، نتصوروا غير عاوتاني روسيا الى زادت عاوتاني بوتين الى زادت عماتلو، ودوك القنوات ديال الغاز الطبيعي اللي في اوروبا وداك الشيء دابا راه باقي خدامين ودايزين على اوكرانيا، يعني ان الامور مرشحه للكارثه. الضغط كيتزاد عليه، التسعه ما كتقرب خاصو يقدم للشعب الروسي شي حاجه، اذا هنا واحد الحصله واحد يعني كيبان بانه كاين شي يد قاعده خدامه، وهاد اليد هادي عندها السيطره على جميع الدول، والدليل هانتوما لاحظتوا اوروبا، ما قدر حتى شي رئيس اوروبي يوقف ويقول للولايات المتحده الامريكيه لا سيدي فين غادي بينا، حتى واحد ما قدر يهضر على بايدن ولا يرد على بايدن يقول له خويا فين غادي بينا، اش هاد الاتجاه اللي حنا غادي به، حتى شي واحد. يعني هاد الرؤساء ديال اوروبا. الحاجه الاخرى اللي كتير عاوتاني الاستغراب، دازوا ازمات في العالم، واخر حرب كانت عاصفه بصح والعالم كان تزير ليها، كتعقلوا هي حرب الخليج الثانيه ديال 91 والثالثه ديال 2003، كتعقلوا عليها تقريبا شبه حرب عالميه مصغره، الفرق اللي كاين هو انه الجانب الاخر فيه غير دوله كان فيها العراق. الا كتذكروا كانوا فيها شي حوايج، انا كنستغرب كيفاش دابا غابوا، فين هما دوك المظاهرات اللي كانت كتكون في اوروبا ودوك الجمعيات، العمل الانساني، الضمير العالمي، دوك الجمعيات ديال السلم العالمي، لا للحروب، النوير، واش تعقلوا ولا ما تعقلوش؟ رغم انه كان اللي غادي تضرب بلد عربي، اوروبا كلها كانت شاعله بما فيها الولايات المتحده الامريكيه، يعني العالم كله شاعل بالمظاهرات والتظاهرات والجمعيات والمنظمات والاحتجاجات والصحافة، كل شيء كيغوت كيقول لك السلم العالمي، السلم عندنا ما نديرو بالحروب، ما عندنا ما عندنا ما عندنا ما عندنا.
الان احنا كنشوفوا هذا الصمت الرهيب اللي كاين في الضمير العالمي. واش كيبان لكمش بانه راه شي حاجه ماشي هي هذيك؟ علما انه في 2003 وقبل منها في 91 ما كانتش وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي كتسهل نقل المعلومه والاتصال والتواصل وانتقال الافكار وانتقال كذا وانتقال كذا. ما كانش ديك الساعات كانت عال للصحافه وكانوا ديك الساعات التلفزيون هو اللي كان طاغي. مع ذلك البشريه كلها كانت كتغوت، باغي السلم، ما باغياش الحروب، باغي الهنا، باغي الاستقرار. دوك الشعارات ديال ملينا الحروب، ملينا الحرب العالميه الثانيه، ملينا الثالثه، ملينا الخنادق، ملينا المجاعه، ملينا الدخان، ملينا كل شيء. من بعد احنا كنشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي اكتسحت كل شيء، مع ذلك رد الفعل. هذا هو اللي كيثير واحد السؤال، شنو الوظيفه ديال وسائل التواصل الاجتماعي؟ ها احنا غادي نرجعوا لواحد الحيله. شنو هي؟ هي ان وسائل التواصل الاجتماعي ديك الخدعه اللي تروجات بانها تناقل المعلومات ودعمت الحريات الشعوب وكذا وكذا، بانها ما عطاتش النتيجه، بمعنى انها كانت موجهه. يعني هاد الوسائل هذه راها موجهه في واحد الاتجاه تماما، كيف ما تبت على فيسبوك. فيسبوك شوفوا دابا من بعد شحال داز على 2011، دابا تقريبا 10 سنين. 10 سنين البشريه عاد اكتشفت بانه في الاول تخلق من اجل الحريه، وكان في الاول فضاء حر، ولكن من بعد ثبت بانه بالوسائل ديالو استطاع انه يتوجه للعالم العربي بالدرجه الاولى، ويأطر بالوسائل ديالو، ويقود التغيير بالوسائل ديالو في الاتجاه اللي باغيينه الناس اللي مسيطرين. والا علاش ما نجحتش مثلا الفيسبوك؟ هذا غير كمثال. علاش مثلا ما نجحش باش يدير ربيعات عربيات اخرين مثلا في افريقيا ولا في اسيا ولا في شي دوله ولا في امريكا اللاتينيه؟ علاش؟ علاش نجح غير عند العرب؟ اذا هنا كيف قلنا بانه وسائل التواصل الاجتماعي الان بداوا المحللين كيقولوا بانه راه ماشي بديك الاحلام الورديه اللي تقدمت. وها حنا شفنا تويتر، راه درت عليه حلقه، تويتر ايلون ماسك دخل شراه 44 مليار قدام العالم والعالم كيتفرج. وهذاك السيد ما هو اختصاصي لا في صناعه الحواسيب ولا في صناعه الشرائح الالكترونيه ولا الصواريخ ولا الفضاء. هذاك السيد جاي من السيارات الالكترونيه. هذاك السيد بان ايلون ماسك في السيارات الالكترونيه، الصناعه ديال السيارات الكهربائيه. دخل لهذا المجال وقال لهم غادي ندعم الحريه. وهو بهذا التويتر هو اللي غادي يتخصص كيف قلنا للمرحله الاخيره ديال هذه الحرب العالميه الثالثه. هو اللي غادي يتخصص للاطاحه بواحد المجموعه ديال الانظمه اللي هي مستهدفه. الفرق اللي كاين انه فيسبوك مشى الاتجاه ديال الدول العربيه، هذا التويتر التركيز ديالو كله غادي يكون على روسيا والصين وربما دول اخرى حتى هي جايه في الكالندري. واحد المجموعه ديال الانظمه اللي كتقصدها الولايات المتحده الامريكيه باش طيحها. والتويتر راه حنا شفنا الامتيازات اللي عطاه، قال لك اسيدي اللي بغى يكتب شحال ما بغى يكتب يكتب، المضمون السياسي اراه ما عندك، قال لك اسيدي ديك الحاد وديك سي بريميوم وديك الشيء راه ما غاداش تبقى، قال لك اسيدي بالنسبه لبعض الممارسات راه ما غاديش يحضرها، مثلا تنشر صوره كتكمي ولا شي حاجه، وقال بانه حتى المخدرات. واصلا ايلون ماسك حتى هو كيكمي الحشيش وظهر في الصور بانه كيتكيف الحشيش. يعني انه هذا التويتر واحد المصيبه جايه في الطريق بها غادي تتحقق المرحله الثالثه. هذا الشيء اللي من كنقولوا للناس اللي كيقول لك سيدي في الحروب والتغييرات الكبيره، كيقول لك ما تدخل لنا سيدي لا عقيده ولا مؤامره ولا يد خفيه، الامور غادا حسب الماده. يعني التحليل خصو يكون مادي، كاين غير الاقتصاد وكاين 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 هو اللي كيمشي وكيسير الاحداث. والاحداث كيقول لك كتوقع غير هكا بلا ما نقولوا بانها راه مخططه، في حين انه ناس من سنين واوروبيين قالوا بانه الاحداث السياسيه الكبرى اللي دازت في العالم بانها راه كانت مبرمجه وكانت مخططه، وكانت واحد المجموعه ديال الحركات السريه اللي مشيه ومقوده الامور، وهي اللي خدمات في الثوره الفرنسيه، ومن بعد خدمات في الثوره البولشوفيه، ومن بعد خدمات الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. اذا هنايا دابا حاليا راه بزاف ديال الحوايج كياكدوا
الوجهة النظر ديال الناس اللي كانوا متهمين عفوا وجهة نظر ديال الناس اللي كانوا متهمين بانهم راه غير كي غير هكا كيجيبوها. يعني كتكذب وجهة نظر اللي كتقول لك الاحداث كتوقع غير هكا. ايلون ماسك هذا راه الدور اللي غادي يديرو حاليا راه ما كيديروهش دول. خصنا بعدا نعرفوا واحد الشيء، خصنا نعرفوا بانه حتى التغييرات الكبيره مثلا الحرب العالميه الاولى والثانيه واحد الحاجه بانه راه داز فيها شخصيات دارت واحد التاثير اللي ما دارتوش دول وما دارتوش حكومات، داروها اشخاص بمفردهم. نعطيكم غير مثال الكسندر بارفوس. الكسندر بارفوس ديروا غير في يوتيوب او لا في جوجل الكسندر بارفوس باش تعرفوا هاد الشخص هذا شنو دار بوحده طبعا بالفلوس. كان واجهه، هو كان الماني، هو كان الماني يهودي، وكان غير كواجهه كان عاونوا للفرع الانجليزي ديال روتشيلد، هو اللي كان موله. هاد الشخص هذا بوحده مول الثوره البولشوفيه، مولها فلوس يعني ماشي غير فلوس، يعني فلوس. مول الحرب ديال روسيا ضد اليابان، ومول اليابان في الحرب ديالها ضد روسيا باش ينهك روسيا. كان خصو ينهكها في الحرب، ملي ينهكها في الحرب مول الثوره البولشوفيه. ما يتخلقوش الناس ديال هاد سميتو لا، لانه ملي كنقول مول الثوره كنقول مول الجانب الحاسم، اما الشعوب وداك الشيء الثوره ديالها هذيك راه كيبان دائما هذيك راه الدور الاساسي. مول الثوره البولشوفيه ومول بعض الزعامات، لانه الثوره البولشوفيه لحد الساعه راه كاينه واحد المغالطات. بزاف الناس كيعتقدوا بانه الزعماء ديالها هو ماركس ولينين وتروسكي وبوحدهم، لا كيقولوا الروس بيدهم بانه كانوا الاف المثقفين فين يبانوا هاد العناصر بثلاثه ولا اربعه، ولكن الاضواء ديال الاعلام ديال بارفوس هي اللي ركزات على العناصر اللي هو باغي، على اساس انهم لا يوصلوا للسلطه غادي يطحنوا روسيا. اذا قلت لكم هاد بارفوس شوفوا الدور اللي دار، نهك روسيا في الحرب ضد اليابان، ونهك اليابان في الحرب ديالها ضد روسيا، ومول الثوره البولشوفيه، والثوره البولشوفيه اول قرار صدراته هو الاعتراف باسرائيل. هاد ملي سالا نقز مشى لتركيا، ملي مشى لتركيا هو اللي مول ديك حركه تركيا الفتاه، الاتحاد والترقي عفوا، الاتحاد والترقي هذيك الجمعيه هي اللي كان فيها كمال اتاتورك، وهي اللي طيحت الخلافه العثمانيه. شوفوا الدور اللي دار هاد بارفوس، هلك جوج الامبراطوريات، هلكهم في دقه واحده. وكان والنتائج ديال الحرب العالميه الاولى طبعا كتعرفوا بانه وعد بالفور الى غير ذلك. اذا الان راه كاينه شخصيات داروا خدموا الخدمه ديالو، حنا باقيين كنتسناو بانه هو الخريطه كيفاش تبدل ما نعرف، وكيفاش الحرب هذه راه كاينه شخصيات دابا خدامين في الواقع، خدامين في الارض الميدان. واش القرار كيجيب لكم الله بانه مثلا راه في يد الرؤساء، المستشار المانيا، الرئيس ديال فنلندا، الرئيس هادي؟ لا، هادوك رؤساء كيكونوا دايزين مخير فيهم، كيدوز 5 سنين او 10 سنين جوج الولايات، من بعد موراها كيمشي بحاله. هذا الا ما جابوا ليش شي مونتيف ملي كيمشي بحاله كيقدروا يجيبوا له شي مونتيف ويدي هذا يلصقوا له شي حاجه، بحال دابا مثلا هذا الصمت ديال الزعماء ديال الاتحاد الاوروبي، يعني الرؤساء ديال اوروبا كيقول لك ما قدروش شي واحد يقول لا، راه كيقول لك بانه راه النخبه كلها اللي كتحكم في اوروبا راه كتكون دازت وكيكونوا كلهم شباب وقراوا في الكليات، وكيكونوا كلهم احتكوا بالنساء وبالفتيات وبكذا وكذا، وكتعرفوا ديك الوسائل الاستخباراتيه ها ولا هذا اللي كيقولوا له دوز الحبس، راك فايت لك تحرجتي او فعلتي او تركتي. وراه دارت الرئيس الوزراء في 2014 ديال اعتقد ربما سكوتلندا كان دار شي استفتاء وكذا انفصال على بريطانيا ماشي حاجه، يلاه سالا مشاو جابوه شهدوا فيه شي فتيات وهذا، قالوا له هذا، قالوا له دوز دخل الحبس، انت ضد النساء وضد كذا وهذه. اذا نرجعوا لهذا، الان في الواقع ديالنا راه كاينه شخصيات خدامه. هاد اللي قلت لكم ايلون ماسك راه هو الاخر اللي ظهر وغادي يقوم بالدور اللي ما يديروهش الجيوش، انا كنقولها وتذكروا. واحد اخر عاوتاني جورج،
جورج سوروس. جورج سوروس كتبوا غير هاد السميه في يوتيوب. جورج سوروس ديروا غير هاد السميه في اليوتيوب. يعني شحال من دوله رونها هذا. انا نخليكم وديروه ديروا السميه. وهادو غير اللي تعرفوا. وللاسف شكون اللي يعرفهم؟ لا هما ولا غيرهم. ماشي لا العرب ولا المسلمين باش تقول بان المسلمين كيديروا المؤامره كيبروا الفاشه. وهما النيت الاوروبيين بيدهم هما النيت كيطلعوا هادشي. وحنا قاعدين كنسميتو فبديك الكتوبه مثلا اللي تكتبت حجر على رقعه الشطرنج والمسائل اللي فضحت ديال اونسيب طومبر والمسائل اللي فضحت الخفايا ديال الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. يعني وديك الاسرار كلها شكون اللي جابوها؟ هما. في الحرب العالميه الثانيه مثلا داك ويستون تشيرشل الزعيم البريطاني رئيس الوزراء الذكي العملاق في السياسه، جميع الرؤساء كيعتبروه عملاق. ملي سال المسار ديالو شنو كتب مذكرات، شنو قالت مذكرات؟ في المذكرات ديالو قال لك بانه ملي سالينا الحرب العالميه الثانيه قال لهم فطنت بانه شمتونا الميريكان. هو قالها، قال لك تعرضنا للخديعه اثناء الحرب العالميه الثانيه. قال لك وحنا كان كيجيبنا الله باننا رحنا اللي قايدين والبطوله وهذه وهذه وهذه. في الاخر قال لك تعرضنا للخديعه. ملي سالت الحرب العالميه الثانيه امريكا طلعت هي الزعيم، الامبراطور فرنسا وبريطانيا هودوا لتحت. في القرن 19 كانوا جوج الامبراطوريات كانوا طالعين، كانت فرنسا وكانت وبريطانيا. دخلنا الحرب العالميه الاولى ومن بعد الحرب العالميه الثانيه شنو هي الحاصله؟ دوك الامبراطوريات بجوج هبطوا، الولايات المتحده طلعت. اللي خلص الاحداث الكبيره هي اوروبا، واللي ربح هو الولايات المتحده الامريكيه. ويجي الانسان هكا ويقول لك بانه لا الاحداث غير غاده. لا راه كاينه واحد التخطيط وكاينه ناس كيخدموا. ودوك الناس اللي كيخدموا راه احنا باقي عندنا واحد الفهم فشكال على الحروب. كيجيب لنا الحروب اللي كيحسن فيها هو الطيار والصواريخ، راه باقي كنقولها وكنعاودها. الحروب راه كتكون مسابقه الناس كيخدموا على بكري، زائد شخصيات ولاو دابا كيقوموا مقام الدول. شخصيات كيقوموا مقام الدول، كيفرشوا ويزرعوا ويحصدوا ويقادوا المسائل وكذا وكذا وكذا. عاد كتجي ديك المرحله ديال الطيعير دوز منا 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 الحرب الاقتصاديه كذا كذا، هذا عاد كتجي هي الاخرى. وفي الاخير عاوتاني الحرب النفسيه. حنا باقي كنتسناو بانه الحرب النفسيه اللي غادا تقنع روسيا الشعب الروسي بالانتفاضه ضد بوتين كيجبنا الله الحرب النفسيه. هي ديك المنشورات اللي كنشوفهم في الوثائقيين الحرب العالميه الاولى والثانيه، ديك المنشورات اللي كان كينزلهم بالملايين، كانوا كينزلوهم الحلفاء في المناطق اللي فيها الجنود ديال النازيه باش كيحطموا لهم النفسيه ديالهم وكيقنعوهم بالهزيمه. اولا بحال داكشي مثلا اللي كان دار في العراق في 2003، كيجيبنا الله الحرب النفسيه هي هذيك المنشورات وغادي ينزلوها على الشعب الروسي مثلا، والشعب الروسي غادي يقرا ديك المنشورات وغادي يقتنع وغادي يخرج يغوت. لا تبدلات الحرب النفسيه. وحنا قلنا ايلون ماسك وتسناو شنو غادي يوقع مع مع تويتر، الدور ديالو الخطير اللي غادي يقوم به من بعد. وكاين شخصيات اخرين ما غاديش نقول الاسماء لان ربما من بعد ان شاء الله غادي ندير عليهم حلقات. شخصيات اخرين خدامين، قلت لكم انا هاد جورج سوروس غير نتوما بيدكم. وانا كنحمد الله عندي جمهور راه ذكي وفاهم وكله الحمد لله قاري. كاين اللي كيفهم حتى داكشي اللي ما دركتش انا كنقولو بسبب ضيق الوقت او الى غير ذلك. اذا هنا راه كيبان لنا بانه العالم راه كاينه شي ايادي خفيه خدامه. وحنا دابا حاضرين الرؤساء، كيجبنا الله الرؤساء هما زعما كل شيء. قال لي هي، قال لا لا، والخدمه راه خدامه لتحت. الامور يعني مشات بعيد. الرئيس ديال روسيا بوتين راه قبل من الحرب بشي ايام غلق واحد المعهد سميتو ميموريال، واحد المعهد سميتو معهد الذاكره. كان غلقوا في روسيا معهد، وهذا المعهد عنده 60 فرع 62 فرع، 12 في روسيا و50 في اوروبا. شنو الدور ديال هذا؟ وهذا سميتو اللي كمولو هو هذا جورج سوروس. وشنو الدور ديالو؟ ما فوكاش بوتين بعدا غادي يسدو، غادي ما فطن به معطل.
حتى الناس قداو الشغل ديالهم. شنو هو الشغل اللي قداو؟ جمعوا جميع الأدلة والوثائق على الجرائم ديال ستالين، جمعوها شطبوها كاملة، أوروبا كلها تشطبت في مكينة شي دليل ضد ستالين. وستالين هذا الشخصية ديالو كتشابه مع ديال بوتين، لأنه ستالين هو اللي كان جا من بعد لينين. ستالين كان جا من بعد لينين، لينين فاش كان مات كان من المنتظر يكون بلاصتو تروتسكي. اتصادفت الصدفة أن تروتسكي كان خارج سوريا روسيا، هو يطلع ستالين. ستالين هذا كان دار بحال انتبه ودار بحال هادشي اللي باغي يدير دابا بوتين. ستالين فطن للأراضي اللي ضاعت على يد لينين، فطن هذا ستالين، وبغى يحاول يتدارك يرجع ديك الأراضي اللي مشات للإمبراطورية الروسية. هذا ستالين، ولا حتى لواحد المجموعة إلى غرض الكوس على الإمبراطورية. وستالين هو اللي كان تقلب على لينين في الورا، كان دار له شي سيمتال وعظمو من بعد تقلب عليه. وستالين هو اللي طارد تروتسكي، كان طارد وقتابعو من دولة لدولة، قتل له مرته، قتل له باه، قتل له امه، قتل له الاحفاد ديالو، قتل له خواله، قتل له خوالاته. ستالين هذا، وفي الاخر تروتسكي غادي يمشي لواحد المكان مخزون في مكسيكو، وغادي يصرد لواحد غادي يقتلو بفاس ديال داك اللي كيطلعوا به للجبل. ستالين هذا، ستالين على هذا المثال الاوروبيين راه ستالين ما كيحملوهش، لانه ستالين كان حاول يصحح النقص اللي حصل روسيا في العهد ديال لينين. كان بغى يولي يوقف روسيا من جديد ويرجع لها الامجاد ديالها اللي فقدتها، وكان حس بانه روسيا الغبن. قلت لكم هذا بوتين ما فطن وسد داك المعهد، حتى المعهد قدا شغله بالعربية، أنه هاد الحرب العالمية الثالثة اللي خدامة، الناس وجدوا الأدلة ضد بوتين، وجدوا الأدلة ضد الجنرالات ديالو، وجدوا الأدلة ضد ستالين، وجدوا كل شيء لديك المرحلة ديال أنه روسيا غدا تقسم كيف ما وقع الألمانيا، وديك المرحلة ديال جرائم الحرب، وداك الشيء كتعرفوا داك الشيء ديال التلفزيون والمجرمين قدم المجرمين، وديك الساعة عاوتاني غادي يجي البديل، وهذاك البديل غادي يقدم اعتذار للشعب الروسي على الجرائم اللي دارتها روسيا مع القيصرية وفي عهد كذا وفي بحال داك الشيء ديال اليابان. يعني الناس خدموا اللي خدم، وحنا يبقى كنقولوا بانه الاحداث تقع هكذا تلقائيه، لا ما كتوقعش الاحداث تلقائيه، راه كتوقع بالخدمه. مثال اخر مثلا غير من الفتره الاستعمار ديال الجزائر والدول دول المغرب وهذه وهذه، نعطيكم غير مثال واحد. اتقلبوا على ليون روش. ليون روش شكون هو هذا ليون روش؟ ليون روش هذا فرنسي، كان خدام مترجم من اللي دخل الاستعمار الفرنسي للجزائر، داوه تما مترجم. فوكاش داوه مترجم؟ من بعد ما وجدوه كجاسوس، توجد جاسوس هذا ليون روش، وكان دوزوه للكنيسة ودرب تما كينات على الوسائل ديال اللباس والجزائر. من اللي مشى خدم واحد المدة مترجم، من بعد هرب، هو راه جاسوس، درسوا هرب والتحق بالجيش الفرنسي المنشق اللي غادي يدعم المقاومة، والتحق بالمقاومة وكسب الثقة ديالهم، والتحق بالأمير عبد القادر الجزائري، وداوق واحد التمثيلية طويلة ما بينه هو وباه، باه مشى تابعه وعلى الإسلام ديالو، عفوا على الإسلام ديالو، من اللي أعلن على الإسلام ديالو التحق مع عبد القادر الجزائري، الأمير عبد القادر الجزائري، دوز واحد المدة تبعه باه، بدا كيمثل كيقول له لا يا ابي انا اسلمت ونضحي بالاسلام ديالي عدا وامنت برب العالمين، وزيد وزيد وزيد، ودخل معهم كيصلي، ودخل معهم حتى هو عاوتاني اذن ودار كل شيء، حتى وصل للدائره الخاصه ديال الامير عبد القادر الجزائري التحق به. من اللي التحق بالدائره الخاصه عاد خدم الخدامين ديالو الخطيرين اللي ما يديرهم حتى شي جندي وحتى شي جيش، وهو اللي سهل الاستسلام ديال واحد القسم كبير من الشعب الجزائري والتواطؤ مع المحتل الفرنسي.
من بعد ما كتقطع واحد المسار بعيد ومشى لعند العلماء ديال تونس والعلماء ديال مصر ومشى للسعوديه عند الامير الشريف الشريف حسين وجاب من تما فتوى بانهم هادو اخواننا في الدين. هذاك المفعول ديالها ما قدرتش يديروا الجيوش ديك الساعات. عاد فرنسا توسعت مع راساتها ودارت ما بغات، وعاد البلامن عن من الجزائر غادي تحول للمغرب. يعني اللي بغيت نقول لكم انا بانه راه كاينه شخصيات كتقوم ما لا تقوم به جيوش. الخدامين اللي كيخدموها دابا على الراي العام والخدامين اللي كيخدموها هاد الشخصيات اللي قلت لكم حاليا، هذيك راه الخدمه ديال الجيوش وما معروفاش. وحنا باقين كنتسناو الطيار وكنتسناو الاخر كيقول لك امريكان مع روسيا شكون اللي غادي يغلب، والاخر كيقول لك داك الصاروخ الفلاني العابر للقارات باقي شتو باقي ما خرجش، وكل واحد كيتسنى وكي الخدمه تطورات، الحروب تطورات، تطورت لواحد لواحد الدرجه ما يمكنش يفهم. هي الحرب خدامه والراي العام العالمي راه ما عرفهاش. علاش؟ لاننا حنايا في المناهج ديال التعليم ديالنا او لا في التضليل الاعلامي اللي ممارس على العالم كله، وحتى السينما الامريكيه والسينما في تقريبا العالميه لانها كتقلد امريكا، كلها زرعات في المخيله ديالنا بانه الحرب هي القوه، هي المدافع، هي النيران، هي الطياير، هي الصواريخ. زرعت هذا المفهوم الكلاسيكي عند في جميع شعوب العالم، وبالتالي شعوب العالم حاليا واخا تكون الحرب خدامه هو راه ما سيق لها شي الخبر. الحرب راها خدامه هو ما سيق لها شي الخبر. كيوصلوا الصهد بحال مثلا دابا في العالم، دابا حنا في العالم وصل الصهد للعالم كله، الاسعار وهذا وزيد 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 وزيد، ولكن ما عارفنش الحرب اللي خدامه من التحت. عاد كتجي المرحلة الأخيرة، هذيك هي اللي كنشوفوها عبارة عن رموز، بحال إسقاط بغداد. إسقاط بغداد حنا شفنا غير في 9 أبريل ملي دخل الجيش وهبط ديك الراية ديال العراق وهبط طيح داك الصنم ديال صدام. ولكن الجانب اللي ما شفناش وهو أنه طيلة 12 سنة من 91 حتى 2003، 12 سنة طيلة ديك المدة كانت الخدمة على الأرض، وكانوا ديك الساعة تأسيس الطابور الخامس وتأسيس والتقوية ديال الطابور الخامس، وديك المعارضة العراقية خدامة، وكان ديك الساعة الحرب الاقتصادية، وكان ديك الساعة الحرب النفسية، وكان واحد المجال رهيب وصامت كان من التحت. عاد جات ديك المرحلة ديال دخلوا العراق كذا كذا، واحد شوية حنا كنتسناو الحرب غادا تكون طويلة، واحد ست نهار فقنا حتى لقيناها طاحت. كنتمنى الإخوان والأخوات ما نكونش كثرت عليكم بزاف، سمحوا لي إلا ما ركزت شي معكم أو لا نقصت شي حوايج. هذه معلومة راها مرتجلة، كنتمنى أنها تنفعكم. اللي عنده شي تعليق أو الانتقاد ولا شي حاجة بكل فرح. الانتقادات غير ما يكون شي كلام، لان في التعليقات كيدخلوا ناس محترم، وكل مغاربه كلهم الحمد لله محترمين. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.